السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أصدقائي؟ كيف أمسيتم؟ أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قوانين التعلم عن بعد: الحضور والاستعداد قبل الحصة بدقائق، تجهيز الدفاتر والأقلام، اذهبوا إلى دورة المياه قبل البدء، اجلسوا حتى انتهاء الوقت. صورتنا لهذا الأسبوع بإذن الله هي صورة الهمزة كاملة. ما هي أداب تلاوة القرآن الكريم؟ أضع يدي على صدري، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم. أيام الأسبوع هي 7 أيام، أولها يوم الأحد، ومن ثم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت. بالأمس يا أصدقائي كان يوم الأربعاء، ماذا يأتي بعد الأربعاء؟ يأتي الخميس. أحسنتم. تاريخ اليوم 17 شهر 6 1443 للهجرة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف حال الطقس اليوم يا أصدقائي؟ مشمس أم غائم أم غبار أم ممطر؟ حالة الطقس اليوم مشمس. من ربي؟ ربي الله. ما ديني؟ دين الإسلام. من نبي؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما كتابي؟ كتاب القرآن الكريم. أين الله؟ في السماء على العرش استوى. كم عدد أسماء الله الحسنى؟ 99 اسما، منها القدوس والسلام. أركان الإسلام عددها 5. أولا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثانيا، إقام الصلاة. ثالثا، إيتاء الزكاة. رابعا، صوم رمضان. خامسا، حج بيت الله الحرام. نشود الرسول صلى الله عليه وسلم. من هو مؤسس المملكة العربية السعودية؟ الملك عبد العزيز آل سعود. من هو ملكنا؟ الملك سلمان. من هو ولي العهد؟ الأمير محمد بن سلمان. ما لون علمنا؟ أخضر وأبيض. ماذا يكتب في العلم؟ لا إله إلا الله محمدا رسول الله. ماذا يرسم في العلم؟ السيف. على ماذا يدل السيف؟ يدل على القوة. نشيد الوطن السعودي. إذن يا أصدقائي، وحدتنا هي وحدات الغذاء. ماذا أحتاج عندما أريد أن أصنع سلطة؟ أيوة يا أصدقائي، أحسنتم، إلى جزر وأيضا طماط خس وفلفل، أحسنتم، والورقيات. إذن يا أصدقائي، هذه الأشياء التي ذكرتها هل تعتبر من الخضار أم من الفواكه؟ أحسنتم، إذن من الخضروات. تتوقعني أصدقائي مفهوم حلقتنا ما هو؟ أن الخضروات. أحسنتم، سنتعرف اليوم على الخضروات. يلا، أولا يا أصدقائي نتعرف على النوع الأول وهو الخيار. إذن يا أصدقائي، الخيار ما لونه؟ لونه أخضر، وأيضا عنده أحجام، فيه الطويل وفيه القصير. وأيضا الجزر ولونه ماذا يا أصدقائي؟ برتقالي. أحسنتم. هل تعرفون يا أصدقائي ما فائدة الجزر؟ أيوة يا أصدقائي، إنها تقوي النظر. أحسنتم، فائدة الجزر يقوي النظر. إذن يا أصدقائي، ما الفرق بين الخيار والجزر؟ أحسنتم، الخيار لونه أخضر والجزر لونه برتقالي. وأيضا هنالك طماطم. الطماطم يا أصدقائي شكله دائري ولونه ماذا؟ أحمر. أحسنتم. إذا وأيضا الورقيات، منها الخس. هل تحبون تناول الخس يا أصدقائي؟ مفيد جدا. أحسنتم. وأيضا القرع، وأيضا البصل. البصل يا أصدقائي، عندما نقطع البصل ماذا يحصل لأعيننا؟ أحسنتم، تدمع. إذن
يجب على أصدقائي عندما نقوم بتقطيع الخضار اللي يجب علينا أن يكون معنا شخص كبير حتى لا نقطع أيدينا، وأيضا حتى يساعدنا لأن البصل يؤلم العين. طيب أصدقائي، استراتيجية روليت رياضية. ماذا يعني الكالسيوم يا أصدقائي؟ بالأمس تعرفنا على البروتين، واليوم نتعرف على الكالسيوم. هي مادة تساعد على بناء العظام والأسنان والحفاظ على قوتها. إذن يا أصدقائي، هي مفيدة للعظام وأيضا مفيدة للأسنان، تجعل الأسنان قوية وتطرد السوس منها، وأيضا تساعد على قوة العظام حتى لا ينكسر عظامنا يا أصدقائي. إذا ماذا من أين نحصل على الكالسيوم؟ يلا، من الغذاء الذي نتناوله. ماذا يوجد في المكسرات يا أصدقائي؟ وأيضا الحليب، أحسنتم، ومنتجات، جميع منتجات الحليب يا أصدقائي هي غنية بالكالسيوم. وأيضا كما نرى المكسرات يا أصدقائي، وأيضا الورقيات مثل الخس والبروكلي والبقوليات. ماذا يحدث للجسم لو لم أحصل على الكالسيوم؟ أحسنتم، تضعف العظام ولا تنمو بطريقة صحيحة. كيف أقي نفسي من هذه المشاكل؟ من أجل سلامة أسناني وعظامي أشرب ماذا؟ أحسنتم، أشرب الحليب يومياً. إذن لتحصل على أسنان قوية وصحية أشرب الحليب. إذن يا أصدقائي، اليوم نشاطنا إعداد سلطة خضروات. إذن أصدقائي، من أراد منكم أن يعمل سلطة خضروات يجب مساعدة الكبير، وأيضاً يلا أخبروني ماذا نحتاج في السلطة. إلى ورقيات، أحسنتم، وأيضاً إلى خيار وطماط، أحسنتم، وإلى الشمندر. إذن هذه سلطات الخضروات لمن أراد صناعة سلطة خضروات جميلة. إذن أصدقائي، أيهما يحتوي على عناصر أكثر؟ باليمين اللي دائرة أحمراء أم الزرقاء؟ أحسنتم، الدائرة الزرقاء. كم تحمل مثلث؟ 1، 2، 3، 4، 5. أحسنتم، والحمراء تحمل 3، فإذا الزرقاء هي الأكثر. قصة الأسد والأرنب، أسودك بسم الله، وأراكم لاحقا، وإلى اللقاء.